دخلت عناصر هجوم سريغ ليزان بمحاولة محتشمة لم تشكل خطورة على حارس مرمى جمعية عين ميلا التي كانت أكثر تنظيما واستحواذا على الكرة، حيث تمكن مهاجم الفريق الزائر من فرض منطقهم والتقدم في النتيجة منذ الدقيقة 36 بعد أن سجل مدافع سريغ ليزان عقول ضد مرماه، وهو الشوط الذي كان فيه المحليون منهزمين بهدف واحد دون رد. في الشوط الثاني حاول فيه رفاق القائد زيدان تنظيم صفوفهم لتعديل النتيجة، لكن اصطدموا بدفاع صلب، وكاد اللاعب ديب من جانب جمعية عين ليلة أن يعمق الفارق، لكن الكرة مرت جانبية. لاعب ساري غيليزان ربوح عجز عن ترجمة الفرص المتاحة، وقبل انتهاء اللقاء بربع ساعة لاعب جمعية عين ميلا بن يحيى يضيف الهدف الثاني، معلنا عن تفوق جمعية عين مليلة على ساري غيليزان أداء ونتيجة.